То, что мы так долго ждали, мы начинаем. Карави, его немецкий штурман Тимо Готшал. Серебряный призер ралли с главным соперником Пежо. Соперником сражений за победу вернулся на эту гонку. طبعا قبل نهايه المرحله ب 30 كيلو مكان ضيق ما قال لي المساعد انه في طيحه طحنا فيها عمق طويل يمكن مترين تقريبا تاخرنا تقريبا ساعتين ناس كويسين من المزرعه يعطيهم العافيه طلعونا بالحراثه استخدموا حراثه واحده ما طلعت ثنتين مع بعض وطلعونا بعد ساعتين بس الحمد لله هنا وبكره يوم جديد كازاخستان First cleaning the guns and find out what's wrong. Thinking there's gonna be more damage.
الحمد لله خلصنا أطول رالي بالعالم. الحمد لله السنة اللي فاتت خلصنا المركز الثاني في أطول رالي في العالم في أعلى فئة. السنة هذه ما توفقنا، الحظ ما حالفنا بسبب المكان اللي طلعنا فيه برا الطريق في ثالث يوم في الرالي. يلا الحمد لله لسه الراليات جاية قدامنا.